وأنفذ خوارزم شاه إلى كشري خان إلى قائد التتار وأنفذ خوارزم شاه إلى كشري خان ملك التتار يمن عليه بأنه حضر لمساعدته ولولاه لما تمكن من الخطأ. فاعترف له كشري قائد التتار اعترف لخوارزم الموقف والمساندة فاعترف له كشري خان بذلك مدة ثم أرسل إليه يطلب منه المقاسمة على بلاد الخطأ. وحسب أرجاع الضمائر المهمة المعنى في المقام أنا أضع الأسماء وإن شاء الله لا نختلف في المعنى. يقول ثم أرسل خوارزم شاه إليه إلى ملك التتار يطلب منه المقاسمة على بلاد الخطأ. وقال خوارزم كما أننا اتفقنا على إبادتهم ينبغي أن نقتسم بلادهم. فقال ملك التتر ليس عندي أو ليس لك عندي غير السيف ولستم بأقوى من الخطأ شوكة ولا أعز ملكا، فإن قنعت بالمساكتة وإلا سرت إليك وفعلت بك شرا مما فعلت بهم. وتجهز وسار حتى نزل قريبا منهم. الآن لا فرق عندنا، خوارزم هو الذي تحرك باتجاه التتار أو التتار تحركوا باتجاه خوارزم، قلنا لا يفرق المعنى. وعلم خوارزم شاه أنه لا طاقة له به فكان يراوغه، فإذا سار ملك التتار إلى موضع قصد خوارزم أهله وأثقالهم فينهبها. يعني عندما يتحرك ملك التتار كشني خان إلى مكان باتجاه خوارزم ماذا يفعل خوارزم؟ يذهب إلى بيوت التتار، إلى مدن التتار، إلى النساء والأطفال، إلى المدن الآمنة، فيقتحم المدن ويفتك بالمدن ويسلب وينهب. يقول فكان يراوغه، فإذا سار ملك التتار إلى موضع قصد خوارزم شاه قصد أهله أي أهل التتار وأثقالهم فينهبها. وإذا سمع أن طائفة سارت عن موطنهم سار إليها فأوقع بها. وإذا سمع أن طائفة سارت عن موطنهم سار إليها فأوقع بها. فأرسل إليه كشري خان يقول له، هذه أخلاقيات المعركة، فأرسل إليه كشري خان يقول له ليس هذا فعل الملوك، هذا فعل اللصوص. يقول له ليس هذا فعل الملوك، هذا فعل اللصوص. وإلا إن كنت سلطانا كما تقول فيجب أن نلتقي، فإما أن تهزمني وتملك البلاد التي بيدي وإما أن أفعل أنا بك ذلك. لاحظ هذا هو الابتلاء الذي ابتلي به المسلمون. لاحظ عندما يكون الدين واستغلال الدين وتوظيف الدين وأدلجة الدين لصالح المنافع والمكاسب والأموال والسلطة والجاه منذ الدولة الأموية، منذ تصدي معاوية للحكم وللسلطة وقبضه على السلطة ومقاليد الحكم، صار الدين عبارة عن آلة يوظف ويؤدلج لصالح الحاكم والسلطان وإجرام الحاكم وسرقات الحاكم وفساد الحاكم وإفساد الحاكم. بعدها ماذا يحصل؟ ماذا فعلوا؟ قفلوا العقول، حجروا العقول كما هو المنهج التيمي الآن. لاحظ ملك التتار كشني عنده أخلاقيات الحرب، أخلاقيات المعركة، أخلاقيات الرجولة، يستحي يخجل أمام الناس، أمام الأتباع، أمام الرعية، يخجل من الغدر، يخجل من فعل اللصوص. هو قائد، هو سلطان، له خصوصية، له أخلاقيات، له رجولة، عنده كرامة، عنده بطولة، عنده شجاعة، لكن هذه مفقودة عند سلاطين المسلمين. لماذا؟ لأن عقول الناس قد حجرت، قد حجر عليها ابن تيمية والمنهج التيمي، فكل الأفعال المنافية للشرع، المنافية للأخلاق، المنافية للإنسانية تكون مبررة ومشرعنة وتكون مفخرة
وكرامة لفاعلها. هذا ما فعله المنهج التيمي، حجر العقول. التفت، لا يوجد لهم ضابطة. الآن كل ما يفعل الدواعش، كل ما يفعل المارقة، كل ما يقتل المارقة هو مقبول من مشايخ المسلمين، من المدلسة، من أتباع التيمية، لكن فقط عندما تمسهم النار من الدواعش يمسهم القتل، عندهم رد فعل محدود تجاه الجريمة التي تقع عليهم. أما ما يقع من عموم جرائم على باقي المسلمين، على باقي الطوائف، على باقي الأديان، على باقي القوميات، فهو فعل حسن، هو ممدوح، هو مشكور، هو واجب. يقول: فأرسل إليه كشني خان يقول له: ليس هذا فعل الملوك، هذا فعل اللصوص، وإلا إن كنت سلطانا كما تقول فيجب أن نلتقي، فإما أن تهزمني وتملك البلاد التي بيدي، وإما أن أفعل أنا بك ذلك. لاحظ، هذا نفس الكلام، يشبه الكلام الذي قال له: أنا الذي أقاتلكم وليس الأطفال والنساء، ما قاله الإمام الحسين سلام الله عليه لجيش يزيد، لقوات يزيد، لأتباع يزيد، لشيعة يزيد. نعم، هم من أهل الكوفة، هم من الكوفيين، هم من يتضمن الكثير والأكثر ممن يدعي أنه ينتسب لشيعة علي ومن أتباع علي ومن شيعة الحسين وأتباع الحسين، هم من أهل الكوفة، لكنهم من شيعة أبي سفيان، من شيعة معاوية، من شيعة يزيد، من جيش يزيد، تحت سلطة يزيد، بأمر يزيد، نفذوا أوامر يزيد ومنهج يزيد وحكم يزيد. إذن قال لهم: أنا الذي أقاتلكم، ما ذنب الأطفال والنساء؟ وكما يحصل الآن، يوجد معركة ويذهب إلى السوق، إلى المسجد، إلى التكية، إلى الحضرة الصوفية، إلى المضافة الحسينية، إلى مضايف العشائر وشيوخ العشائر، إلى الأسواق، إلى الملاعب، إلى تجمعات الأطفال، إلى المدارس، فيفجر هناك ويقتل هناك. وكما يفعل الطغاة أيضا في الحروب النظامية، أيضا يتركون المواجهة هنا ويقصفون المدن ويهدمون البيوت ويفجرون في مناطق المدنيين ويقتلون الناس الآمنين. فكان خوارزم يغالطه ولا يجيبه إلى ما طلب، لأنه باطل، لأنه يسلك سلوك اللصوص، لا يوجد عنده أخلاقيات معركة ولا أخلاقيات رجولة ولا أخلاقيات إنسانية. لكنه أمر أهل الشاش وفرغانة وأسفيجاب وكاسان وما حولها من المدن. لاحظ، ما هو الرد؟ يعني عندما يسلك سلوك اللصوص ماذا يتوقع من المقابل؟ والمقابل أيضا مجرم، لكن عنده بعض الأخلاقيات، عنده ضابطة، عنده حد، لكنه مجرم، لكنه جزار، لكنه قاتل، لكنه غازي. ماذا يفعل؟ سيكون الرد مضاعف وانتهى الأمر. إذن يوجد عنده مبرر لارتكاب أضعاف ما يرتكبه خوارزم. فماذا يفعل خوارزم؟ هدم البيوت الإسلامية والمدن الإسلامية والبلاد الإسلامية بنفسه، هدم المدن الإسلامية وهجر الناس وأمر الناس بالجلاء وبالنزوح وبالهجرة من مدنهم، من بلدانهم، لأنه لا يستطيع حماية هذه البلدان. إذن لماذا تسلك سلوك اللصوص؟ فكان خوارزم يغالطه ولا يجيبه إلى ما طلب له، لكنه أمر أهل الشاش وفرغانة وأسفيجاب وكاسان وما حولها من المدن التي لم يكن في الدنيا أنزه منها ولا أحسن عمارة، ماذا أمرهم؟ أمرهم بالجلاء منها واللحاق ببلاد الإسلام، ثم خربها جميعها خوفا من التتر أن يملكوها. ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين، لاحظ، هؤلاء التتار الذين تحدثنا عنهم قبل قليل، هم أصحاب كشلي، هؤلاء غير التتر أصحاب جنكيز خان وهلاكو. لاحظ، يقول: ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين خربوا الدنيا وملكهم جنكيز خان النهرجي. خرجوا هؤلاء، يعني جماعة جنكيز خان
التتر أصحاب جنكس خان خرجوا على كشني، خرجوا على التتر المنافسين لهم. ثم اتفق خروج هؤلاء التتر الآخر الذين خربوا الدنيا ومالكهم جنكس خان النهرجي، خرجوا على كشني خان ملك التتر الأول، فاشتغل بهم كشني خان عن خوارزم شاه. أقول تذكير، منذ سنة 604 هجري خرج التتار وقائدهم المغولي جنكس خان، وقد سبقهم بسنين خروج قبائل أخرى من التتار بقيادة كشني، وقد قصدوا غزو المسلمين وبلاد الإسلام، قصدوا غزو المسلمين وقصدوا بلاد الإسلام. فمن الذي أطمعهم ببلاد الإسلام؟ فأين ابن العلقمي يا ابن تيمية؟ أو أن العلقمية معشعش في سلوككم ونفوسكم وعقولكم الحجرية؟ وقد أشرنا إلى السبب الرئيس في تحرك التتار وقادة المغول نحو بلاد الإسلام والمسلمين، ويأتي إن شاء الله كلام يتعلق بهذا الأمر.